بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء في جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة من مستوى المقررات المستوى الأول والمرحلة الدراسية الثانية في مادة السباحة. عنوان محاضرتنا اليوم بعد أن تناولنا المحاضرات السابقة المواضيع المخصصة والمتضمنة للمنهج التعليمي، المحاضرة اليوم بعنوان المرحلة التعليمية الثانية اللي هي نبدأ بها بشرح تكنيك السباحة الحرة. يقدمها لكم أستاذ دكتور مصطفى صلاح الدين عزيز، ويرحب بكم إن شاء الله أن تتابعون هذه المحاضرة وتستفادون من عدها إن شاء الله. طبعا تتضمن الخطوات هذه المحاضرة الخطوات والتمارين الخاصة بتعليم الأداء الحركي للسباحة الحرة، اللي تشتمل على تعليم حركات الرجلين والذراعين والتنفس الجانبي، وكذلك تمارين التوافق العصبي العضلي الخاصة بالربط بين الحركات المذكورة أعلى، وصولا إلى تعلم الأداء الفني الكامل للسباحة الحرة. وعن سيتم بدء شرح الأداء الحركي من خلال بيان وضع الجسم الابتدائي قبل البدء بالحركات، واللي يكون الوضع تقريبا أفقي حيث يتخذ الجسم الوضع الأفقي الممدود من سطح مع سطح الماء، حيث أن الذراعين ممدودة إلى الأمام وأصابع الكف مضمومة ومؤشرة إلى الأمام وراحة الكف مواجهة لقاع الحوض، في حين يكون الرأس بين الذراعين ومستوى الكتفين والجبهة والوجه لحد الأذنين في الماء. العينين يجب أن تكون مفتوحة والنظر إلى نقطة أمام أسفل الجذع بمستوى أفقي مع سطح الماء، وتكون الرجلين مضمومة وممدودة إلى الخلف وأصابع القدمين أي الأمشاط مؤشرة إلى الخلف ومتقاربة، أما الكعبين فمتباعدة عن بعضها قليلا، وهذا الوضع يحافظ على أفقية الجسم. التأكيد هنا على وضع الجسم، التأكيد على أفقية الجسم وامتداد الذراعين أماما، وأن يكون الرأس بين الذراعين بحيث يكون الوجه في الماء، والتأكيد على استرخاء الجسم وعدم التكلفة في شد عضلاته، أي يكون الجسم مرتخي لتكون سهولة في طفو يعني كل ما يكون تعرفون أنتم طلبتنا مثل ما ذكرنا لكم بالمحاضرات السابقة، أنه كلما كان الجسم مرتخي في الماء كلما كان طفو الجسم أفضل من أن يكون متقلص من حيث العضلات، عضلات الرجلين والجذع والظهر وباقي عضلات الجسم. نجي على من وضع الجسم، راح نشرح الحركات اللي يتحرك بيها اللي تؤدي إلى حركة الجسم إلى الأمام وانتقاله من نقطة إلى نقطة. وأول حركة راح نبدي بيها هي حركات الرجلين التبادلية المعروفة باسم الكرول بالنسبة إلى العالم الأمريكي الذي اكتشف هذه الحركة. تكون هذه الحركة أعلى أسفل من مفصل الورك بالنسبة للرجل بالكامل، نقلل من ثني الركبة قدر المستطاع. طبعا تكون الرجل ممدودة إلى الخلف، المشط مؤشر إلى الخلف، متباعدة الكعبين، متقاربة الأمشاط، والحركة تكون بتردد سريع لكن المدى الحركي يكون لها قليل أو صغير. هذا التردد السريع بالنسبة للرجلين أعلى أسفل راح يخلق عندي قوة دفع إلى الأمام، وكذلك يخلق توازن من حيث رفع الجزء السفلي من الجسم وإبقاء الجسم بوضع أفقي تقريبا في الماء. بالنسبة للتمرينات اللي ناخذها بالحوض وعلى حافة الحوض بالنسبة للرجلين، هي كما تلاحظون بالصورة الأعلى الصورة العلوية اللي نجلس على حافة الحوض والرجلين ممدودة إلى الأمام مؤشرة بالأمشاط، القدمين مؤشرة بالأمشاط ومضمومة، ونحاول نبدي نحرك الرجلين أعلى أسفل حتى نقدر نوصل للحركة الصحيحة، ونأكد هنا على أنه الحركة تكون من الورك وليست من مفصل الركبة. الصورة الثانية أو التمرين الثاني اللي راح ناخذه في هذه الحركة هو الاستلقاء على البطن على حافة الحوض، مد الرجلين إلى الخلف، مد الذراعين الأمام، وهنا نوصل تقريبا إلى الوضع الأفقي اللي يتخذ الجسم داخل الماء، ونمد الرجلين إلى الخلف
ونأشر بالأمشاط. طبعا كل ما نأشر بالأمشاط راح تقفل الرجل، مثل ما يقول احنا نقول بالعامية تقفل الرجل، بحيث ما يكون هناك ثني بالركبة، وهذا يكون الأفضل طبعا بالنسبة للانسيابية وبالنسبة للطفو وبالنسبة للقوة الدفع اللي تتولد عن طريق الرجلين إلى الأمام. التمرين اللي راح ناخذه او التمارين اللي راح ناخذها داخل الحوض هي مثل ما تلاحظون، راح نمسك لوح الطوفان بالذراعين باليدين، نمد اليدين، نقف على حافة الحوض، ظهرنا على الحافة مثل ما تلاحظون بالصورة الاسفل، راح نضع احد الرجلين على حافة الحوض وندفع الحافة الى الامام بمد الذراعين ومد لوح الطفو الى الامام، نضع الوجه بالماء ونحاول بعد ان نؤدي الانسياب نحاول نؤدي حركات الرجلين. من نرجع كما في الصوره العلويه، انه نرفع الراس الى الاعلى، نمد لوح الطفو الى الامام ونسوي حركات الرجلين، حركات الكرول، ونحاول نرجع بها الى الحافه. كل ما تتكرر هذه الحركه راح تؤدي الى انه تنطبع بالدمار، الى انه يتعلمها المبتدئ تمرين بعد تمرين او تكرار بعد تكرار، تنطبع في الدماغ ويمكن ان يؤديها مستقبلا مع بقية الحركات الخاصة بالسباحة. بعد ما انتهينا من شرح حركة الرجلين، طبعا قبل ما ننسى انه حركة الرجلين وظيفتها الرئيسية هي رفع الجزء السفلي من الجسم وإبقاء الجسم بوضع أفقي، هذا الوظيفة الرئيسية. الوظيفة الثانية هي تساهم في دفع الجسم للأمام، لكن مساهمتها طبعا ما تكون مثل حركات الذراعين اللي تشكل النسبة الأكبر بالنسبة لمجموع القوى اللي تدفع الجسم إلى الأمام بالسباحة. حركات الذراعين تشكل حركات الذراعين القوة المحركة الأكبر للجسم في الماء، فهي بمثابة مجذافي القارب الذي يدفعه لشق الماء عند الحركة. يتضمن المفهوم العام لحركة الذراعين سحب الماء من الأمام وإزاحته ودفعه إلى الخلف، وهي تمثل قوة الفعل التي تسلطها الذراعين على الماء إلى الخلف، فيرد عليها الماء بقوة رد فعل على الجسم مساوية لها بالمقدار ومعاكسة لها في الاتجاه إلى الأمام، وهذا ما هو ينص عليه قانون نيوتن. طبعا الثالث، تشكل حركات الذراعين ما مقدار 80 إلى 85% من نسبة القوة الكلية المحركة للجسم، أي بمعنى آخر فإن الواجب الرئيسي لحركات الذراعين هو إيجاد المقاومات الإيجابية اللازمة لتوليد القوة الدافعة للجسم إلى الأمام. طبعا حركات الذراعين داخل الماء تتألف من ثلاث مراحل، أو بعض المصادر تذكر أنها هي أربع مراحل، باعتبار أنه حركة الطعن أو مد الذراع للأمام تعتبروها كمرحلة من مراحل حركة الذراع داخل الماء، لكنه بشكل رئيسي احنا نتكلم عن حركة الذراع داخل الماء. تكون المرحلة الأولى هي مرحلة السحب، واللي تبدأ بقلب الكف، راحة الكف إلى الداخل، تبدأ كل من الكف والساعد بعملية ضغط أو سحب الماء إلى الخلف والأسفل باتجاه أسفل الحنك والصدر، حيث تشكل عندها زاوية المرفق تقريبا 90 درجة أسفل الجسم بالماء، يعني مثل ما تلاحظون بالصورة الذراع اليمين للسباح مشكلة تقريبا زاوية 90 درجة أسفل الصدر. المرحلة الثانية تبدأ بعد أن تنتهي بنهاية المرحلة الأولى مرحلة السحب، تبدأ مرحلة الدفع بعد وصول الكف منطقة الصدر أو أسفل الحنك، تبدأ مرحلة دفع الماء إلى الخلف موازية للمحور الطولي للجسم، وتستمر الذراع بالدفع إلى الخلف لتصل إلى المد الكامل، حيث تكون الكف قرب الركبة عند نهاية مرحلة الدفع. وهنا لازم نلاحظ أنه السحب أو الدفع يكون إلى نهاية أن تمد الذراع مد كامل داخل الماء قبل الخروج. طبعا بالصورة الجانبية تلاحظون أنه مسار حركة الذراع راح يشكل على شكل مسارها الحركي لكف الذراع، تشكل على أساس أنه على مثل حرف الأس بالإنجليزي أو علامة الاستفهام بالإنجليزي، وهذه الحركة القوسية للذراع داخل الماء أسفل الجسم يؤدي إلى تشكيل قوة تتسلط قوة تتسلط على نقاط معينة تولد الضغط الكبير
للماء مع تقليل الجهد، وهذا يولد قوة دفع إلى الأمام بالنسبة لحركة الجسم ككل. نجي بعد أن تنتهي السحبة والدفع للذراع داخل الماء إلى أن تمد الذراع مد كامل، تأتي مرحلة التغطية أو المرحلة الرجوعية للذراع، واللي هي مرحلة نقل الذراع من نقطة نهاية العمل إلى بدايته. فبعد نهاية مرحلة الدفع يتم سحب الذراع مرتخية خارج الماء، وأول ما يخرج منها هو المرفق ثم الساعد ثم الكف، وتنتقل في الهواء قريبا من سطح الماء إلى بداية العمل مرة أخرى. ومثل ما تلاحظون طلبتنا الأعزاء أنه نقل الذراع من نهاية العمل إلى بداية العمل تنقل بحيث تكون الذراع مرتخية، وأول ما يبدأ يخرج من الذراع هو الكوع أو المرفق، وتنقل مثنية الذراع إلى الأمام بحيث تمد مد كامل أمام الرأس لتبدأ الحركة مرة أخرى. طبعا هذه الحركات حركات الذراعين تكون بالتبادل، بحيث بعد ما ترجع الذراع اليمين إلى الماء تبدي الذراع اليسار بالسحب إلى السحب والدفع وثم التغطية، وهكذا بالتبادل بين يكون العمل بين الذراعين. الصورة اللي أمامكم توضح لكم الفري ستايل سويمينج، اللي هي تكنيك سباحة الظهر الحرة عفوا، اللي يكون بمد الذراع ثم السحب ثم يكون التنفس الجانبي، وعلى هذا الأساس تكون حركات الرجلين تعمل بدون توقف حتى تحافظ على أفقية الجسم. هنا الصورة الثانية تبين لكم انه كيف يكون حركة الطعن او مد الذراع للامام بالنسبة للذراع اليمين، بعد ما تكمل تبدي السحب والدفع مالها والتغطية، تبدي الذراع اليسار بالسحب، وهذا كله يتزامن ويا حركة الرجلين الى اعلى اسفل اللي هي حركة الكرول حتى تحافظ على افقية الجسم والدفع للامام. طبعا راح نلاحظ طلبتنا الاعزاء بعض الفيديوهات التوضيحية لهذه الحركة اللي شرحناها، واللي راح نتكلم عنها عن طريق نموذج حي لسباح يسبح. مثل ما تشاهدون احنا راح يبدأ السباح اولا بالانسياب، وهذا ما علمناكم عليه اول مرة، اسوي الانسياب ثم ابدي بحركة الرجلين ثم الكرول. لاحظ حركة الرجلين الكرول، وراح لاحظ عزيزي الطالب لاحظ حركة الذراع شلون تطلع من المرفق مثنية وتبدأ حركة الطعن للأمام، بعدها تبدأ المد الكامل للذراع ثم تسحب الذراع الثانية إلى الخلف، وهكذا يكون التبادل بالنسبة للذراعين. شوف الثني عزيزي الطالب بالمرفق، والمد بالنسبة للذراع، شوف التنفس شلون راح يكون للجانب، شوف مد الذراع للأمام ثم سحب ثم مد ثم سحب بالنسبة للذراعين، تشوف الذراع شلون تخرج من الماء من المرفق مثنية ومرتخية وتمد مد كامل للأمام، وهكذا بالنسبة للذراعين. نشوف حركة الرجلين، نلاحظ حركة الرجلين بالفيديو، الحركة مستمرة ما تتوقف أبدا إلى نهاية المسافة، وهكذا إلى أن يصل السباح إلى النهاية. نرجع على نوضح لكم فيديو آخر يركز على حركة الرجلين، وشوف حركة الرجلين شلون تتم بالنسبة للأداء، وشوف زاويتها عزيزي الطالب. شوف الحركات الرجلين أعلى أسفل مثل ما قلنا من مفصل الورك حركات الرجلين، الحركات تكون أعلى أسفل الرجلين، يكون المدى الحركي إلها صغير لكن التردد سريع بحيث يرفع الجزء السفلي من الجسم ويساهم بقوة الدفع إلى الأمام. نشاهدها مرة ثانية، شوف حركة الرجل شلون تتم عزيزي الطالب، شوف أسفل أعلى أسفل، متلاحظ هنا الأمشاط شلون ممدودة إلى الخلف، متقاربة الأمشاط ومتباعدة بالكعبين، بحيث هذه الحركات تولد دوامات إلى الأمام أو إلى الخلف، تيارات إيمائية إلى الخلف تساعد على خلق قوة تضغط إلى الخلف
وتدفع الجسم الى الامام. فنلاحظ شوف حركة الرجلين شلون تتم، شوف عزيزي الطالب شلون الزاوية اللي تتم بها حركة الرجلين، وهذه التمرينات اللي حكيناها قبل قليل اللي يكون يمسك اللوح، لوح الطوفان بالايد، مد الجسم، يدفع الحافة ويحرك حركات الرجلين، الرأس الأعلى يكون ويؤدي حركات الرجلين. طبعا هذه راح نكررها بالمحاضرات إن شاء الله بعد عودتكم إلى الدوام الرسمي، راح نكررها لأكثر من 20 أو 30 مرة خلال المحاضرة حتى نقدر نحافظ على أفقية الجسم. كل ما ضبطنا حركات الرجلين راح نقدر نحافظ على أفقية الجسم. نلاحظ الفيديو مرة أخرى، نلاحظ الفيديو مرة أخرى شلون يؤدي الحركات السباح، ونرجع نشوف حركات الرجلين. أريدكم تركزون أعزائي طلابي الأعزاء على حركات الرجلين شلون تتم بالسباحة. شوف حركات الرجلين أعلى أسفل، من الأعلى إلى الأسفل، شوف حركات الرجلين شلون تتم أعلى أسفل، ترددها سريع لكن المدى الحركي إلها صغير. شوف هذه الحركة الصحيحة، شوف الحركة هي من الورك، اكو ثني بسيط بالركبة، وهذا اللي أنا أريده من عندكم. شكرا لكم طلبتنا الأعزاء، وإن شاء الله نتمنى لكم الموفقية، وتابعونا على محاضرات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.